سلمى، الأمومة والأبوة مسؤولية أو مفاتيح لمسؤولية أكبر، هي تنشئ الطفل سوي فاعل بالمجتمع، لكن أحياناً الاهتمام الزايد والعاطفة الزايدة والخوف الزايد بيشكل مشاكل في تربية الأطفال. أكيد نور، المحبة لأطفالنا ولأولادنا هي أمر مفروغ منه، ما أنه بحاجة لإثبات، ولكن أحياناً كثير من الآباء بيسألوا نفسهم هل يا ترى نحن عم نحب أولادنا بالشكل الصحيح؟ هل يا ترى هالمحبة عم تنعكس من خلال تربية بيتنا لهم بشكل صحيح؟ هي الأسئلة والأخطاء الشائعة اللي ممكن يتبعها الأهل من خلال تربيتهم لأطفالهم وأولادهم، رح نتعرف عليها أكثر مع ضيفتنا لليوم الدكتورة هناء برقاوي، دكتورة في علم الاجتماع. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. هلا سلمى. أهلا وسهلا نور. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. دائما مع حضرتك دكتورة بنحكي عن مواضيع مهمة في تربية الأطفال، قديش اليوم فعلا مهم نحن ننشئ أطفالنا، نمنحهم العاطفة والاهتمام، لكن حتى كلمة اعتدال بتلاقيها صعبة بشكل كتير صحي. هلأ لا تنسي أن أولادنا هن مخرجات المجتمع، يعني بقدر ما أنا بهتم بأولادي وزرع فيهم كل شيء منيح عبر آلية التنشئة الاجتماعية، بقدر ما ببعثهم للمجتمع هن أشخاص صالحين قادرين أنهم يكملوا مسيرتنا ويبنوا المجتمع. فكل ما اهتمينا فيهم، كل ما رعيناهم، كل ما أحسننا باختيار الأساليب الصحيحة لتربايتهم، كل ما المجتمع كان مسرور كتير من المخرجات اللي أخرجناها لإله. أكيد. دكتورة، قبل ما ندخل أكثر بتفاصيل موضوعنا لليوم، حكينا بالمقدمة أنه بعض الأحيان الأهل ممكن يعتمدوا أساليب تكون خاطئة بالتربية. رح نروح بتقريرنا التالي ونحكي عن بعض هاي الأخطاء ونرجع ناخد رأيك فيها ونحكي بالتفاصيل أكثر. ولا يهمك. الحقيقة أننا ودون أن نعلم قد نتسبب في إنجاح أطفالنا أو فشلهم في المستقبل، وذلك بسبب عدم الحكمة في التربية وأخطاء نرتكبها في تربية أولادنا. ومن هذه الأخطاء المحبة الناقصة، فقد تكون محبتنا لطفلنا مشروطة بتصرفاته، سلوكياته، بعلاماته في المدرسة، وهذا النوع من الحب ليس حقيقياً. التمييز بين الأولاد ويكون في أغلب الأوقات ودون قصد، وذلك لأسباب عديدة، منها شخصية أحد الأبناء الأكثر جاذبية، وجود نقطة الضعف عند أحد الأطفال، ترتيب الابن بحسب السن، والتمييز بين الذكور والإناث، الحماية المبالغ فيها على الأطفال، الخوف على سلامة الأولاد والرغبة في حمايتهم من أي شيء قد يصيبهم، والذي قد يثير مشاعر غضب وإحباط في حالات كثيرة عند الأطفال. الزيادة في مدح الطفل، كثير من الآباء والأمهات يمدحون أطفالهم كثيراً على كل شيء، صغير كان أم كبير، ظناً منهم أن ذلك سيشجعهم على الاستمرار في التصرف الصحيح، ولكن هذا معتقد خاطئ، وهو أكثر الأخطاء الشائعة التي يقوم بها الوالدان عند تربية الأطفال. فقد يصبح الطفل مع الوقت خائفاً من أن يصيبهم الأحباط إذا لم يحقق تطلعاتهم. هي سلوكيات قد تكون نابعة عن محبة وخوف، لكنها غالباً ما تكون شرارة لحالة من الإخفاق والإحباط عند الأطفال. فما هي المبادئ السليمة لتربية الطفل؟ الجواب مع ضيفتنا ببرنامج صباحنا غير. كنا عم نتابع سلمى ومع حضرتك دكتورة كتير من الأخطاء الشائعة يمكن يرتكبوها الأهل دون قصد مع أطفالهم خلال تربيتهم. مثل ما بنعرف يمكن أول 6 سنين للطفل هي أهم 6 سنوات لإنشاء طفل سليم له شخصية. خلينا نحكي عن بعض هاي الأخطاء الشائعة. كنا نحن عم نحكي تحت الهواء حتى علاقة الأب والأم أمام الأطفال كمان بتأثر بشكل كتير كبير عليهم. هلأ نور، غالبا كل ما كان الأبوين متفاهمين والمحبة بتسود بيناتهم، كل ما كان في اختيار واحد لتربية الأبناء. إمتى أنا بصير في عندي اختلال بتربية الأبناء؟ لما يكون الزوجين مالهم متفاهمين بينهم وبين بعض، وبالتالي في اختلاف كبير على تربية الأبناء. هالشي بيأثر عليهم وبيخلق لنا أنماط كتير من شخصيات الأطفال، كل واحد نوع. يعني ما فيكي كمان تقولي إنه أولاد هالأسرة المفككة ممكن كلهم يطلعوا متمردين وعصبيين وانطوائيين أو أنماط مختلفة، لكن الفروق الفردية بيناتهم بتخلي
البعض يتأثر بأهله أكثر من البعض الآخر. لهيك إحنا منقول نزرع المحبة قبل ما نتزوج، نتزوج عن تفاهم، منحب أولادنا، منربيهم صح، منخلق أنماط بعيدة عن النمط الغضبي، الطفل الغاضب دائما، الطفل العصبي، الطفل العنيد، الطفل المشاكس، الطفل الثرثار. ففي أنواع كتير من الأطفال إحنا اللي منخلق، إحنا اللي منشكلهم طبعا. عفوا ما بنخلق، احنا اللي بنشكلهم، بنشكل الطفل الغاضب. وقت اللي دائما انا وزوجي عم نتخانق ونعصب على طول وعم نغضب وبنكسر اللي حوالينا، الطفل هو عم يتلقى العلاقه اللي بيني وبين زوجي، وبالتالي عم يطلع غاضب من اي شيء بالمجتمع. اذا ما عندنا انماط للشخصيه، انماط الشخصيه الاهل هن اللي بيشكلوها لاولادهم من خلال علاقتهم وتعاملهم بينهم وبين اولادهم. نعم. يعني دكتورة مثل ما قلتي العلاقة بين الزوجين هي علاقة كتير مهمة، لأنه بترسم هي الأساس، ترسم مستقبل الأطفال وطريقة تفكيرهم، لكن أيضا بعض السلوكيات اللي هي بتكون طريقة تعامل الآباء مع الأبناء. مثل ما بنشوف أوقات بعض الأبناء بيحسوا بالتميز أو بالتمييز بين العلاقة بين أحد الأبناء، فبيكون في ردة فعل بالتصرفات، أحيانا المديح الزائد، رغبتنا للحصول على طفل عنده ثقة بنفسه نمدحه زيادة عن اللزوم، فبيطلع في عنده كمان عدم تقبل انه هو ممكن يعمل شيء غلط بالحياة. نحكي شوي كمان عن هاي السلوكيات. خلينا نحكي بداية عن اللي ذكرتي اول شيء اللي هو التمييز. كتير الحقيقة من الأسر بتميز بين أولادها، وهن ما بيشعروا انهم عم يرتكبوا اي فعل خاطئ على اساس انا بميز هذا لانه شكله حلو شوي، لانه ما هو ساكت ما بيعذبني، لانه هذا صبي، لانه هي بنت مثلا، هلا لانه هذا صبي انا بحب الصبيان، لانه بخاف على البنت بمجتمعنا. فانت بتعرفي التمييز بيكون لاسباب كتير يعني مختلفه. المشكله وين؟ المشكله بولادنا اللي مو عم نميزهم، اللي عم يشاهدوا التمييز، اللي رح يشعروا بحقد، رح يشعروا بالضغينة من أخوهم، ممكن يأذوا أخوهم، ممكن تطلع شخصيتهم غير واثقة بنفسهم، لأنه بالأصل الأهل ما عم يعززوا لهم الثقة بالذات، وبالتالي ينشئوا أشخاص قادرين على الاعتماد على نفسهم. هن فقط عم يشوفوا كيف عم يتعامل الأهل مع أخوهم وعم ينسوا أي شيء حواليهم، فبالتالي هذا التمييز هو اللي عم يخلق عنا أشخاص حاقدين على الأخوة. وإحنا بتربيتنا دائما بنشعر كل ما ربطنا ووطدنا العلاقة بين الأخوة، كل ما نشأت الأسرة فيها تعارض وتماسك. لكن أنت بتقولي إيه هذا مهضوم عم دلله لأنه حلو، هذا عنده إعاقة ذهنية ما بتفهم إنه أنا ما عم دللها مثلا، فأنا بدلل الطفل السوي. لكن ما في إنسان ما بيشعر، ما في إنسان طفل ما بيحس. هذا الإحساس عم ينقلب على شخصيته بالتكوين، وعم ينقلب على علاقته بإخواته. فبالتالي المفروض إحنا نحيد عن التمييز ونتعامل، ما رح أقول بعدالة تامة، إلى حد ما بمساواة بين الأخوة، لحتى ما يشعر واحد مع الثاني بالضغينة. اثنين، الشطر الثاني اللي حكيتي عنه اللي هو اللي حكينا عنه، سألتك عن طريقة التعامل مع طفل المديح الزايد من أجل المديح الحصول الزايد. على الثقة. هلأ أنا ابني شاطر ما شاء الله، ابني ممتاز، ما بقبل يجيب علامة أقل من العشرة، لكن بده يجي على وقت ياخذ علامة أقل من العشرة، هو تعود دائما على المديح، دائما تعود إنه هو شاطر متميز، ما تعود إنه مرة يفشل ومرة ينجح. فبالتالي بنشئ شخص أنا أناني، ما بيتقبل النقد ولا بيتقبل الرأي الآخر، لأنه خلص ثقته بثقة أهله فيه ومديحهم وإطراءه لإله ما عم يخليه أبدا يشعر إنه ممكن يخطئ. فبالتالي هذا الشخص رح يتعلم على الأنانية، ورح يتعلم على العناد، وما يقبل أي رأي آخر إذا أخطأ ولو قليلا، ويقبل الخسارة اللي ممكن تحصل لإله. يمكن كمان دكتورة المقارنة بين الأقران، يعني مقارنة الطفل مع أقرانه قدام الناس، حتى توبيخه، في كثير من التصرفات كثير من الأهل اللي بيجهلوها ومع ذلك بيقوموا فيها بشكل مستمر، قديش بتأثر على نفسية الولد؟ يعني دائما كنا مثلا بنشوف حتى بالمدرسة لما بيجوا الأهالي مثلا، شفت هذا شاطر قدام الكل، شفت هذا طلع أولي، وانت هاي الطرق التربية قديش فعلا يا حرام بتأثر بالطفل، بتأثر على نفسيته، بتكسر له نفسيته، مع أنه نحن معروفين أنه الأهل هن الدائرة الأولى لإله، لازم تكون الداعمة المحبة، شو ما كان صاير مع الطفل لازم أنا أعرف كيف أتصرف معه وكيف أوصل له الفكرة بطريقة كتير صحيحة. مشكلتنا نور وقت لي من ربي ما عندنا طريقة محددة لإلنا، إحنا دائما تربيتنا نسخ
عن اللي حوالينا، فإحنا كنا نشوف أهلينا بيقارنوا بين الإخوة، صحيح إلنا شخصيات وقت اللي بنكبر ونتزوج وبتصير إلنا حياة، لكن 60% بدك تقولي هي غالبية الأهل، ما رح أقول كلهم، غالبية الأهل 60% كيف تربوا هني، فالمقارنة بتضعف شخصية الطفل، بتقلل من قيمته، بتقلل من كرامته. وفي كتير أهالي بيقولوا ما رح ربي أولادي هيك، تلاقيهم بيرجعوا لأنه نسخ 60% هن اعتادوا على نمط محدد من التربية، فبالتالي بدهم يسبقوها على أولادهم على أساس هي الأفضل وهن طلعوا كويسين. هالمقارنة هي بتضعف الثقة بالذات عند الطفل، وبالتالي بتخلي شخصيته هشة وما هو قادر يكون شخص فاعل بالمجتمع، أو حتى التوبيخ أمام الناس يعني. هلأ الحالتين، بالحالتين هلأ بالنسبة للتوبيخ الأهل بيفكروا أنه هذا نقد، وبالنقد أنا عم حاول صحح له عيوبه، ما بيعرفوا أنه في أساليب محددة للنقد بتخلينا نلجأ لإلها ونصحح الخلل الموجود عند ابننا. فالمفروض بشكل عام أنه ما نلجأ لا للمديح بشكل قطعي، ولا للذم والتوبيخ بشكل قطعي، ولا للمقارنة. ابن الجيران طلع طبيب فبدي اياك طبيب احسن منه، بنت خالتك حلوة ليش ما بتكوني مثلها، فلان شاطر، فدائما ما عنا رضا باللي عنا، دائما بننظر للآخرين على انهم هن الافضل، مع انه الزرعة اللي عنا ممكن اذا سقيناها بشوية مي تنبت لنا شيء افضل بكتير من اللي حوالينا. صحيح. فخلينا نهتم بزرعتنا وما نتطلع على اللي حوالينا لحتى اولادنا يكونوا نتاج لزراعتنا. أكيد دكتورة، كمان يعني مبدأ مهم كتير بالتعامل بين الآباء والأبناء اللي هو مبدأ التساهل ومبدأ القوة أو الحزم، مبدأ خليني أقول الشخص اللين بالبيت والشخص القوي أو المتحكم المسيطر. خلينا نقول كيف ممكن الأهل يوازنوا بين هدول الصفتين، إمتى بيتساهلوا إمتى بيكونوا قويين ما في تساهل؟ أنا راح أحكي لك بشكل عام وضع حدود. الحدود بتسمح لي، بتعطي لأولادي حيز يتحركوا فيه، وبالتالي هذا الحيز بيخليهم ما يحيدوا عنه ويطلع منه النتاج صحيح. لكن أنا لما بدي أتساهل وأسمح لهم يقوموا بأي شيء رح يطلعوا لبرات بيتي ويتوقعوا المعاملة اللي أنا عم عاملهم إياها، والتساهل اللي عم أقدمه رح يصير فيه تساهل من المجتمع برا، وبالتالي المجتمع رح يعطيهم نفس المساحة اللي أنا عطيتهم إياها. لما حط حدود وضوابط، ضوابط ما تكون بشكل قاسي، لكن بيعرف وين إمتى بيبدأ وين بينتهي ببيتي، وإمتى بيبدأ وين بينتهي بالمجتمع، ساعتها أنا بكون قدرت قيد له حركته، مو بأسلوب التسلط ولا بأسلوب القسوة، ولكن بمعرفة كيف أسير وأين أسير ومتى أتوقف. يمكن معلومات كثير مهمه ومفيده اليوم من الدكتوره هناء برقاوي، دكتوره في علم الاجتماع، نتشكرك عليها، شكرا كثير لك. مثل ما قلتي لازم نعطي اولادنا على قد ما بنقدر، لكن بطريقه كثير سليمه وصحيه. شكرا كثير لك. هلا نور، هلا سلمى، يعطيك العافيه دكتوره.